زين الشمس طولها نمسك نجم السما بايدينا جامد يا جماعه لا احنا كتير هنتعبك عمرك شفت حد بيعمل ده على البتاع عامل ايه قول حلو مره كله حلو طب انت ليك في الافلام ولا اه ده بتاع افلام بالظبط احمد كمال صح ايوه تعالى بقى طب ممكن تيجي طب احمد تعالى ساعدني دلوقتي افلام اهو كاتا افلام كاتا افلام كاتا افلام اه اللي هي كاتا ده كاتا والافلام انا كاتا والافلام اهي صح كده صح مظبوط كده ده كاتا الحمد لله ازيك يا مهوار انا جايب بتاع افلام معايا ساعدني هنشوف بقى لا ده هنشوف احنا هنشوف يا بيه هنشوف لا جامد قوي ها طب يلا يلا اول سؤال عادل امام بياكل مشنكح في فيلم ايه قول الغلط التجربه الدنماركيه لا صح صح ماشي يا سؤال طب نسحب كده تاني طب اقول لك حاجه احنا عاملين لعبه عن هنيدي بس حلوه هنيدي بقى افلام هنيدي بس جرب اسحب كده اقول يعني دي اسيت هنيدي اسحب اسحب كده هنيدي طلع مع هاله سرحان فيلم ايه اقول لك يا انا يا خالتي سهل ده سهل سهل اسحب الطب التاني كده نشوف التاني الافيه ده فيلم ايه يا اعدل الناس الا في مخاصمتي لا بص ده غش ده ده يعني انتوا الاثنين انتوا الاثنين ما ده معانا معانا مهم معانا مش حاجه الكاميرا مان في غش الكاميرا مان طيب هنغير بقى هنغير اسحب بقى اي حاجه ثانيه بقى اسئله ثانيه احمد حلمي عمل فيه في الشارع فيلم ايه هو ايه حوار التدفي ده يا جماعه الف مبروك لا 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 استنى بقى انت بتغشهم غلط عسل اسود عسل اسود عسل اسود عليك عيب عليك اللي بعده اللي بعده مصطفى انت عندك ايميل مصطفى انت عندك كمل 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 لغايه الاخر مصطفى انت عندك ايميل بعد كده ايه ما تحترمي نفسك بقى ما تحترمي نفسك بقى ايوه انا عارف ان الفيديو ده استنى أيوة. استنى ايوه مصطفى انت عندك ايميل ما تحترمي نفسك بقى قالها كده اه فيلم ايه بقى تحترمي نفسك بقى فيلم ايه بقى احمد عز فيلم ايه بقى الرهينه 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 ايه ده في غش يا جماعه في غش هنا طب نكمل تاني نكمل انا عجباني قول بصوت عالي احمد السقا كان عنده جيتار فيلم ولا بين خايف ارجع من كده عايزين الشمس تطولها نمسك نجم السما بايدينا ولا بين خايف جامد 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 اللي بعده تامر حسني عرف اللي فيها فيلم ايه عمر وسلمى الجزء الاولاني اخراج اكرم فريد يلا يا ادينا بقى حته اخراج كده فتحي عبد الوهاب دمه بيجري فيه سارلي سارلي ده دمه بيجري فيه كرات حمراء وبيضاء ايجيبت 2-0 قطعناه افريكان لا بص هو أيوة. عندك حاجه ثانيه هو جامد جامد جابها صح جابها صح جابها صح ده انت مش ابن وزير ده انت ابن كلب التجربه ليلى علوي عملت باستا في فيلم ايه؟ اه البنات الباستا الباستا الفالنتاين غادة عبد الرازق كانت محجبه طول الفيلم اقف بقى هنا بقى عن العشق والهوى غلط ما كانتش محجبه طول الفيلم بس صعبنا اللعبه كده خلاص لا ده مسلسل فيلم محجبة؟ كانت محجبة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق كانت محجبة طول الفيلم على ايش الهوا لا كانت عادي اصلا يا عم دي كانت اخت البنت اللي كانت بتتنحب بالليل اسمها ايه؟ الفيلم اللي اختصبت فيه دي اختصبت من 10 ربعيات الكلام لا يا عم لا يا عم كانت محجبة بقول لك محجبة طول الفيلم كانت محترمة جدا هي اختصبت مش مش هي مش بالرضا يعني يا جماعه عايزين سؤال بسرعه ده جابته غادة عبد الرازق كانت لابسه حجاب طول الفيلم في فيلم ايه؟ غادة عبد الرازق كانت لابسه حجاب في فيلم ايه؟ غادة عبد الرازق لابسه حجاب ما يعرفش غادة عبد الرازق اصلا غادة عبد طول الفيلم كانت لابسه حجاب تودينا في داهيه عايزين نسال السؤال ده صعب جدا عامة ده مش اصعب سؤال عندنا جديد ولا حاجة وقتها السينما فيلم حاجة وقتها السينما انا فاكر مشهد كانت لابسه فيه حجاب اقول لك على حاجه طيب اقول لكم على حاجه اقول لكم على حاجه مين اللي كانت لابسه كانت لابسه خمار طول الفيلم خمار 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 ايه خمار خمار عشان حد وكان شحات جامد يا جماعه جامد 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 لا احنا كتير هنتعبك التيم بيكبر مني كده اللعبه وسعت منك يا سيدي هتكسبوا اه اللعبه دي كل لعبه نفسها احمد السقا مات في فيلم ايه؟ احمد السقا مات في تيتو ومات في ابراهيم الابيض ابراهيم الابيض مات وتيتو مات احنا كده لعبتين انت يا باشا اقول لك بقى اللعبتين انت كسبتهم بقى ماشي دي اول لعبه كانت افلام اول اديشن حلوه دي ماشي حلوه دي تنفعك تمام هي صورتي على اللعبه مبدئيا عشان اوكي
عمر شفت حد بيعمل لعبه على البتاع ماشي على اسمي كاتا وهي اللعبه كاتا فلان والله لعبه حلوه جدا تمام ودي اللعبه بتاعت هنيدي كلها افلام واسئله افلام وافيهات واغاني هنيدي بس موسوعه هنيدي احلى لعبه حب هنيدي والله جامد جدا حبيبي ومبسوط والله انا قلتلكوا طلعتوا فعلا مدمنين افلام ده العلاج بتاعكم بقى ده علاج تتعالجوا بيه ان شاء الله الحمد لله انا شفيت وبقيت زي حبيبي شكرا حبيبي ساحب باور فاميلي